كما قلتي دينا المقابله مزيان، جد ضربه جزاء اللي سجلها الفريق الخصم صراحه خلات واحد الارتباك شويه في الفريق، ولكن الحمد لله ملي كتكون مستقبل هدف وكنرجع في المباراه فهذاك كيعني ان عندك فريق قوي وفريق اللي كيامن بالحظوظ ديالو حتى لاخر دقيقه. ونشكر اللعابه كاملين على المقابله اللي قدموها اليوم، ونشكر الجمهور حتى هو اللي ساندنا من الاول حتى الاخر، وان شاء الله ان شاء الله نكملوا في المسار ديال الانتصارات.